قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ما العيش إلا هكذا، وإن كنا نساق إلى الجنة بالسلاسل فما العيش إلا هكذا. وهذا الفضاء يذكرك بسعة رحمة الله سبحانه وتعالى. وأنا أبشركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم من حديث أبي هريرة، وفي آخره: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ونحن مجتمعون في بيت من بيوت الله تتلى آيات الله سبحانه وتعالى، ويجهد كل منا نفسه في تدبرها. وأنت تسمع فيما مر معنا من قراءة اليوم آيات الصوم وآيات الحج، أعمال كثيرة وفيها أحكام وتفاصيل ومقامات. وفي آخر ذلك يقول الله عز وجل في آخر آية سمعناها: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. متى يرجو العبد رحمة الله؟ بعد كثير عمل. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، الإيمان والهجرة والجهاد، حينئذ يسوغ لك أن ترجو رحمة الله سبحانه وتعالى، وإلا فبدون ذلك لا تتعنى، إنك لا تجني من الشوك العنب. بعض الناس دعي مغرور يظن أنه هنالك دون عمل ودون جهد ودون بذل. يأتي رمضان لنتدرب على العمل والجهد والبذل، لنرتبط مرة أخرى بما هجرناه من المعاني التي يفيض بها كتاب الله سبحانه وتعالى. أنت واقف في الصلاة تتأمل في الآيات والأحكام والقصص، في الزواجر وفي صنوف الترغيب والتشويق، تتنقل كما لو كنت في روضة غناء، أزهارها كثيرة وروائحها عطرة وفيها من صنوف التفنن والتنوع والإبداع ما هو بهجة للناظرين. وإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن تكون في هذه اللحظات تعرف ماذا يراد منك. إنما يريدك الله عز وجل لنفسك، يراد منك أن تعتدل بعد إعوجاج عام كامل من الإعوجاج والخلل
في ميزان الأمور تغولت مساحة الدنيا وتقزمت مساحة الآخرة، هذا شقاء. زادت الجهود من أجل خدمة الجسم ونسيت الروح، وهذا اعوجاج. انصرف العبد إلى جمع المال ونسي جمع الحسنات وما يقدم به غدا على الله سبحانه وتعالى، وهذا اعوجاج. انشغل الناس بالأشياء والأعواض والأغراض ونسوا المعاني التي تحرك القلب وتهز النفس. يختصر ذلك كله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم إنا نسألك أن تجدد الإيمان في قلوبنا، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. يخلق الإيمان، والإنسان بلا إيمان حيوان، بل يعتذر للحيوان بأنه هكذا خلق، لم يكلف ولم يدعى إلى جنة أو نار، ولم يعطى العقل الذي هو مناط التكليف، وما جاءه من كتاب وما أرسل إليه من رسول، فليس للحيوان قضية في الحقيقة، إنما هو لعب ولهو وزينة، طعام وشراب ونكاح. ولتمام العدل فقط إذا قامت القيامة يؤتى بالشاة الجلحاء فيقتص بها من الشاة فيقتص لها من الشاة القرناء، يعني ما كان من نطح بينهم على وجه الظلم، فإنه يوم القيامة يقتص حتى يقوم العدل كاملا. ثم بعد ذلك يقال للبهائم العجماوات: كوني ترابا، فيا شرفها وسعادتها إذا لم يكن عندها نار ولا عذاب، يعرف هذا المعذبون وأهل النار والعياذ بالله. لكن الإنسان ينبغي أن يغلب المعاني، وينبغي أن يوازن بين حاجات الجسد وحاجات الروح، وينبغي أن يضبط معاني الدنيا والآخرة. ولما كان على مدار العام لا يحسن هذا ولا يوفق لهذا، يأتي رمضان لكي يعتدل المقلوب، ولكي يستوي المعوج، ولكي يساق الناس إلى الجنة وإن رغمت أنوفهم بالسلاسل. يساقون إلى الجنة بالسلاسل لأنهم فرض عليهم الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وإذا صاموا فإن النفوس ترق والقلوب تستروح، ومساحة العبادة تزيد ومساحة الطاعة. وهذه المعاني في الحقيقة هي التي تأخذ بيد العبد إلى مولاه سبحانه وتعالى. هذا أول يوم مضى، فالشهر ما زال ببركته، لكن احذر، فإنه كما ذكر الله أياما معدودات، وهذا الجمع جمع قلة، جمع المؤنث السالم جمع قلة.
فهي أيام معدودات، سرعان ما تمضي وتذهب إلى ربها سبحانه وتعالى، ويبقى العمل والأثر. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أنت قد تنسى كم رمضان مر بك، وكم ركعة صليتها، وكم ختمة ختمتها، وكم معروف أسديته، وتنسى أيضا الغدرات والفجرات والذنوب والقصور والتقصير، لكن الله عز وجل لا ينسى شيئا من ذلك. يوم نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يدني الرب عبده منه ويقول له أي فلو، ويقرره بنعمه: ألم أخلقك؟ ألم أعطك؟ ألم أحبك؟ ألم أزوجك؟ ألم أذرك ترأس وتربع؟ يقرره بنعمه، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ إذن هناك موقف، وهناك سؤال، وهناك تقرير، وهناك أيضا حساب. وإذا كان الأمر كذلك فإن العاقل من يغتنم بدايات هذا الشهر لما عرف فيه من الخير والإحسان والمنن، فهو أعظم نفحات الله عز وجل إلى عباده، كما في حديث الطبراني من حديث أبي هريرة: إن لله في أيامه نفحات يصيب بها من يشاء من عباده. إن لله في أيام دهره نفحات، هذه النفحات المنن والعطايا والهبات وصور الكرم والعطاء، مواهب الجليل سبحانه وتعالى، هذا كله ينبغي أن يستغله العبد، وينبغي أن يكون لسرعة انقضاء هذه الأيام أن يكون في البدايات حريصا على إتقانها وإحسانها، فإن الأمور بمباديها كما يقولون، وإذا صحت البدايات غالبا تصح النهايات، والبدايات الصحيحة تقود إلى نهايات صحيحة، والبدايات القوية تقود إلى نهايات محمودة، والبدايات المحرقة تقود إلى نهايات مشرقة. يعني من يبذل ويجتهد، وأنت تتأمل هذا في حالك وفي حال غيرك، في حالك أنت ترى أحسن أحوالك وأجمل ذكرياتك في بداياتك في الطريق إلى الله عز وجل، كل منا يشتاق إلى أيام البدايات، وهذه خصيصة. حتى السلف رحمهم الله تعالى، مع أنهم كانوا أنشط الناس عبادة، ومع هذا كانوا يشتاقون أيام البدايات، ولهذا كل شيء نذكرهم بالتاريخ الذي كانت فيه البدايات كان مؤثرا فيهم جدا، وكان للبدايات معنى لا يغيب عن عقولهم. إذا صحت البدايات، انظر إلى بداية أبي بكر رضي الله عنه، لم يتلعثم رضي الله عنه، ما من أحد إلا وفكر لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، لكن أبا بكر لم يتردد في قبول الإسلام، بداية قوية، فكيف آلت بأبي بكر رضي الله عنه؟ أفضل الناس، صار أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيمانه بإيمان الأمة. وفي النساء خديجة رضي الله عنها لما تلقى الوحي
رجع إليها صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، هو نفسه كان متأثرا وكان مرتجفا مرتعشا مرتعدا يطلب أن يزملوه وأن يدثروه، وهذا المعنى كان يمكن أن يجعل خديجة مضطربة مترددة، لكنها كانت بداية قوية، قالت والله لا يخزيك الله أبدا، وجعلت تثبته تؤيده وتسانده. فكيف صار شأن خديجة؟ صارت خير نساء العالمين، من أربع كملنا من النساء، ولم يكن من النساء إلا القليل كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من خير نساء العالمين. البدايات المحرقة تقود إلى نهايات مشرقة. معنى محرقة يعني فيها من البذل والتضحية، وقد يؤدي هذا إلى تحمل الآلام والصبر على المشاق، فالعبادة شأنها ثقيل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم الليل إلا قليلا، نصفه أو ثلثه أو ثلثيه، بل أمر الصحابة بذلك عاما كاملا سنة كاملة، كانوا يقومون نصف الليل أو يزيدون إلى الثلثين أو ينقصون إلى الثلث أقل شيء حتى يتربوا. فمدرسة العبادة هي التي تربي العبد، وهي التي تسبك معدنه بحيث يصير نقيا قويا. هذه المعاني ما أحوجنا إليها في بدايات رمضان، ونحن أشوق ما نكون إلى مصاحفنا، وأشوق ما نكون إلى مساجدنا، وأشوق ما نكون إلى إتمام الصلاة مع الإمام حتى تكتب لنا الليلة كلها، فنصبح نقوم الليل كله، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من صلى مع الإمام حتى ينصرف، يعني حتى ينتهي من صلاة الوتر، كتب له قيام ليلة كامل، وإذا انصرف قبل ذلك ولو بركعة كتب له ما صلى، صلى ساعة أو ساعة وشيئا، لكن أن يبقى إلى آخر الصلاة فتكتب له الليلة كاملة على مدار شهر، وربما يعود في التهجد، وربما يصل به الجهد إلى أن يصل العشاء بالفجر كما يحدث في العشر الأواخر، صلاة بعد صلاة، لا وقت للراحة بينهما، خصوصا في أيام الصيف والليل القصير. دورة تدريب على الطاعات، دورة تأهيل لهذا المعنى الذي سمعت، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، عندها يمكن أن نرجو رحمة الله، والله غفور رحيم. البدايات المحرقة تقودك إلى نهايات مشرقة، ومن ليس له بداية محرقة لن تكون له نهاية مشرقة. بداية محرقة بذل في طلب العلم، بذل في حمل النفس على المجاهدة، بذل في العبادة، بذل في الصبر، بذل في طلب الحق، بذل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حينئذ يثبت العبد وينبت ويكون له شأن. لكن إذا تأخر لابد أنه سيتأثر، إذا تأخرت يسبق السابقون وأنت قاعد، إذا قعدت حتى لو نشطت بعد هذا فإنك قد لا تدرك السابق. لو أن رجلا فتح له في العشر الأخير لا شك أنه سينتفع سيستفيد سيسبق، لكن لن يكون سبقه كسبق الأول الذي شاركه في هذه العشر وكان منذ أول الشهر، وهذا الذي فتح له من أول الشهر
سيسبقه من لحظ هذا المعنى من شعبان، وهذا الذي لحظ هذا المعنى فاستعد في شعبان سيسبقه من كان شأنه في رجب نوعا من العجب، وهؤلاء جميعا سوف يسبقهم من لا يعرفون إلا الأنس بالله عز وجل والتنعم بذكره والتلذذ بطاعته، فعامهم كله رمضان. بيعت جارية إلى قوم فرأت منهم مظاهر الاهتمام بسبب رمضان كما نفعل نحن في أيامنا هذه، فتعجبت وقالت: وإنكم لا تعرفون العبادة إلا في رمضان، لقد جئت من عند قوم سنتهم كلها رمضان، ردوني إلى أهلي. قل يا جماعة اشتريتموني وهذا خسار علي، كان زمان أهل الطاعة حتى لو جارية لها رأي ولها منزلة ولها قول، مع أنها جارية تباع وتشترى، لكن عظيم الديانة فإنه يسمع منها ويجاب طلبها. البدايات المحرقة تقود إلى نهايات مشرقة، فمن الآن انظر تختم في كم يوم وتنام كم ساعة وتتدبر في كل ما تقرأ، أو يضيع منك النصف أو العشر أو ربما أقل أو أكثر. كيف صدقاتك؟ كيف إحسانك؟ كيف برك؟ كيف صلتك للأرحام؟ كيف لسانك؟ كيف منطقك؟ كيف ذكرك؟ كيف صمتك؟ كيف تأملك؟ كيف شأنك في طريقك إلى الله عز وجل؟ إذا وفقت من أول الطريق فانتظر ليلة القدر التي يفتح الله عز وجل بها على عباده، والتي ينتظر المسلمون من العام إلى العام. وإذا لم توفق فإن بعض الناس يقول: ما شعرت بليلة القدر، لعلي أشعر بها، إلى أن يأتي العيد ولابد أنها فاتت وهو بعد لم يشعر بها. فمن الآن أبصر مواقع قدمك وانظر ماذا تريد من ربك، والعجب أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعرض عليك كما سمعت: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا هو الرب سبحانه وتعالى في عليائه فوق سماواته، مستو على عرشه، بائن من خلقه، ينادي عباده في كل وقت وحين، وخصوصا في ثلث الليل الآخر، وخصوصا في الأيام الفاضلة والليالي المباركة كهذا الشهر كله: وإذا سألك عبادي عني. تسأل عن ربك سبحانه وتعالى، اجمع حاجاتك وآمالك وطموحاتك وتطلعاتك ورغباتك، وانظر في سوآتك وعيوبك، أنت صاحب ذنب ثقيل أحوج ما تكون إلى أن تقال عثرتك وأن يلم شعثك وأن تغفر زلتك وأن يصلح شأنك وأن تسترد قلبك الذي ضاع منك وأن تراجع دينك وإيمانك وتوبتك. من لك بهذا كله؟ ليست هناك وزارة مسؤولة عن هذا، وليس هناك شخص ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف هذا أو يقدر عليه، إنما هو شأن الله سبحانه وتعالى. فدونك إلها كريما رحيما يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا.